على العافية سيادة الرئيس أبو مازن، يعني في خطابك الشهير قلت بدك تيجي على غزة حتى لو نلت الشهادة، وإنك تتمنى الشهادة. وروح الطالب من الأمم المتحدة اتأمن لك، والأمم المتحدة ما ردتش وتعنته، وقلت إلنا بدائل أخرى، وإحنا بدناش إياك تيجي سباحة من البحر. غواص لا، إنك أنت من جيران تسبح. هاي مجوق في الضفة، في شمال الضفة، قاعدين جبات ومحتلين يعني وعاملين البدع. وانت قطعت زيارتك للسعودية، كنت بدك تعمل عمرة، قمت قلت للهباش قوم الشمال الضفة بنادينا وبلادنا، موقف يحسد بسيادة الرئيس حبيبنا وتاج الراس وخبير الشعب الفلسطيني. ويك جيت تلبس الجعبة، خلشنك، نظاراتك، مية، شوية تمر، وقولوا الله يا رجال، وتطلع شمال الضفة مستشهد غاد. بس بالله عليك تأخذ القيادة كلها، كلهم يستشهد، خليش ولا عاد الهباش، كله انت فرقة مظليين، الأخ حسين الشيخ انت فرقة استشهاديين، الأستاذ جبريل الرجوب يعني ابكى إسناد. وكل القيادة خدها، كلهم بالوزراء بالمحافظين، كلهم داخلهم عمليات استشهادية وقتالية ويستشهدوا. بديهم على الجبهة الصف الأول، دعم دعم، وتستشهدوا انتوا كلهم، واحنا كلنا هندعي لكم وهنصلي صلاة الغاب عليكم، وهيك يعني لا مواصلات وسفر وتعب، تستشهد غاد وبيعملوا لك قبر في حجار. احنا عندنا هن قبور بندفن بالقيس والجورة وبنحط رمل، فيش غاد، بيعملوا لك قبر ورخام وبنقصوا الاعلام. احنا ما فيش حاجة تتنكس عنا، احنا كلنا تنكسنا. يعني فغاد يعني بتبقى وبيجوا الوزراء وبتقف الدنيا كلها، وبيجوا الرؤساء. هل وينكم يجوا الرؤساء يحضروا عزاك غاد؟ لا عليك، بالله عليك اخر واحد تستشهد، اللي بضل من القيادة ما استشهدش بطخه، وبعدين انت بتستشهد. تحياتي سيادة الرئيس، الله يكويك ويكوينا. انا بحبك، مش تفكر ان انا بنتقدك، اوعك اوعك.